مشاهدينا الكرام متتبعي قناة شوف تي في، اجواء جد جميله هنا، اجواء صباحيه في قلب عاصمه الانوار، معرض الدولي للكتاب، يعني الافتتاح ديالو مشاهدينا الكرام، تنظيم خيالي خرافي، يعني تنظيم كبير على المستوى الكبير الذي يعني وصل له معرض الدولي للكتاب. بكل امانه عرس هنا بقلب عاصمة الأنوار، عرس ثقافي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. مشاهدينا الكرام مباشرة معكم من أمام البوابة الرئيسية لمعرض الكتاب، معرض الدولي للنشر والكتاب. مدينة الأنوار تحتفي بهذا العرس الثقافي بامتياز، عدد من الدول المشاركة من مختلف دول العالم حجوا إلى عاصمة الأنوار، عاصمة الثقافة الإفريقية والإسلامية هنا في الرباط، باش يوريونا ويعطيونا آخر إصدارات ديالهم في الكتب، وأيضا تشوفوا إصدارات ديال الكتاب ودور النشر المغربية أيضا. تشوفوا مشاهدينا الكرام أجواء جد جميلة بقلب عاصمة الأنوار، يعني تنظيم خرافي، تنظيم بمستوى عالي وعالي جدا، تنظيم بمستوى كبير وكبير بزاف. برافو للجنة المنظمة، لكل الساهرين على التنظيم ديال هذا العرس الثقافي، على كل الناس اللي سهروا على أنه ينجحوا هذا العرس الثقافي، ينجحوا هاد يعني ايضا يعني تنظيم جميل جدا، تنظيم راقي. برافو برافو، هادشي نقدر نقولو بكل امانه، يعني مشكوره وزاره الثقافه على انجاح هذا العرس الثقافي. معرض الكتاب هذه المرة في هاته النسخة بقلب العاصمة الأنوار، أجواء أكثر من رائعة. كتشوفوا مشاهدينا الكرام متتبعي قناة شوف تي في، أجواء جميلة جدا بقلب عاصمة الأنوار، تنظيم خرافي وخيالي إلى حدود يعني مع الساعة 8 ونص صباحا بدأ معرض الدولي كتاب النظر في استقبال يعني الزوار بواحد الطريقة، يعني غنشوف نشوف يعني مختلف الجنسيات، مختلف الجنسيات حجت إلى معرض الدولي للنشر والكتاب.
مشاهدينا الكرام متابعي قناة شوف تي في، على أمل اللقاء بكم في بث مباشر آخر. ما عليا ما نقول لكم إلا سلام الله عليكم. من أمام المعرض الدولي للكتاب بقلب عاصمة الأنوار الرباط، أجواء جميلة تشجع على القراءة وعلى التثقيف.